نبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. فائدة يا الترجي المعز بن شريفية أمامنا على الصورة، كانت صعبة، لا زالت المريخ العرضية في القائمة الثاني. المعز بن شريفية، باولو سيرجيو المعز بن شريفية. المعز في أصعب اختبار منذ بداية المباراة، كم كانت صعبة. الخبرة هنا تتكلم، معز بن شريفية، الخبرة يا ناس. عن أليكس يلعب تماس داخل منطقة الجزاء، معز بن شريفية في المتابعة. بن شريفية يتابع هذه الكرة، سي الكرة العالية يربحها عناصر المريخ. كرة تمشي للأمام، عملية الضغط الآن، عملية الضغط، معز فيها مخاطرة كبيرة من معز بن شريفية. باولو كشر كرشوم انطلق لكن لم يستلم الكرة. تسديدة معز بن شريفية في التصدي، لولا ردة فعل الحارس الكبير المعز بن شريفية قائد الكتيبة الترجية ينقذ الفريق من هدف محقق. المريخ قدم مباراة شجاعة، المريخ اللي قدم